السلام عليكم البنات، لاباس؟ بخير؟ كي دايرين؟ قررت ندير لكم هذا الفيديو باش تشوفوا هذا الشيء اللي شفت. انا درت واحد تجربه على الشعريه الصينيه، شفتها في الفيسبوك وقلت والله تنوض نجربها، وفعلا داك الشيء كما شفتوا كما موقع معايا، وقلت والله تنصور لكم هذا الفيديو حتى نتوما تشوفوا على عينكم اشنو تناكلوا وتناكلوا لوليداتنا. شوف، شد لي اكوا بدر. شوف الشعريه اللي تنديروها في الدجاج ونديروها في الخبيزات ونديروها هاد الشناوه ولا الحام تيوكلوا الميكا، وفايت هي دا شفت الروز بانه مصنوعين من الميكا. ودابا الشعريه الصينيه فعلا والريحه ما نعاود لكمش، ميكا محطوطه ميكا. والله قسما بالله العلي العظيم الى ميكا، تتشمي ريحه الميكا ني تتعطي. شوف 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 الطريقه كي شاده. شوف شتي الطريقه، شتي؟ شوف والريحه قلت لكم ما نعاود لكم، شميكه محطوطه شتي. ايوا نتمنوا باش نبعدوا على هذا، راه المرض، هذا راه المرض صافي.